السلام عليكم، مرحبا بكم معنا بفيديو جديد ان شاء الله. قبل ما نكملوا الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسونيش من لايك الفيديو وهذيك البوطونه الحمراء ضغطوا عليها وضغطوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كننزل. كما كتشوفوا معايا اليوم جوله غزاله غزاله، غنشوفوا مجموعه من الاواني التركيه اخر ما كاين في الاواني هنا كما كتشوفوا معايا ديال العطريه. صراحه وحده كتنسيك في وحده، كما كتشوفوا الاشكال ديالها، هادو ديال السكر هادو وحتى هادو ديال السكر. يعني غنحاول ان شاء الله نوريكم كل شيء، كلهم هادو كلهم ديال العطريه كما كتشوفوا، كاين الاثمنه ديالهم، نحاول نقرب لكم الاثمنه باش تشوفوهم. هادو كلهم ديال العطريه، شوفوا هادي حتى هي الشكل هذا كيفاش كيدور هاد الموديل هذا والالوان. وهادو راه ديال السكر واتاي طبيعه الحال مجموعه حتى هادو، يعني شي حاجه رائعه رائعه رائعه. ومتابعوا معايا الفيديو ما تزابيو فيه، ان شاء الله الفيديو غادي يعجبكم وكنتمنى انكم تشاهدوه من الاول حتى الاخر. معنا هاد المجموعه هذه كما كتشوفوا، هاد المجموعه حتى هي يا رائعه. المهم كلهم اشكال غزالين، نتمنى تكونوا معايا في فيديو وما تزابيو فين ما تزابيو فين، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر غادي يعجبكم ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا غنحاول نقرب لكم كل شيء باش تشوفوه مزيان ان شاء الله. هنايا شوفوا هذه ديال الكيك، هادو بلاصه في كاينين كل شيء هنا ديال الكيك. المهم عندكم، المهم غتابعوا ان شاء الله معايا الجميع وفيها كل شيء، يعني من الفرق. هانتم شوفوا هنا هذا تخفيض، هذا داير لهم تخفيضات. حاولت نقرب لكم الأثمنة باش تشوفوهم. هذه بوطة العادية وهذه بوط، هذه كاستري، كاينين هادو حتى هما. ان شاء الله غتكون نظره عامه وغتعجبكم ان شاء الله. هذه كيدار فيها الخبز. المهم راه كاع كلشي كيعرفوا الاواني والمعن، يعني كاينين موديلات بزاف بزاف. هنا غندوزو ديال العصير، المهم غتشوفوا معايا هنايا الدرابات وغتشوفوا موديلات اللي كيعصروا الليمون والليمون والحامض. المهم هادو الطحانات هادو كاملين راه معروفين، شوفوا كي الاشكال ديالهم مختلفين. هنايا موديلات واشكال مختلفه والوان وبالاسمنه ديالهم، حاولت نقرب لكم الاسمنه باش تشوفوا. هنا الماكينات مونينيكس كاينه، هادي شوفوا الشكل ديالها كيف دايره، هادي كدير ديال الليمون والحامض كتعصر دقه واحده. المهم غادي نقرب هاديكم وتشوفوها ان شاء الله. شوفوا معايا هادشي كله الاثمنه، راه حاولت نوضحهم. ها هي فين هي، شوفوا هنا راه كتعصر جوج دقه واحده شفتوا، وهاد الكاس هذا هو اللي كيهز العصير. يقدر يكون موديل قديم او جديد، المهم صراحه شي حاجه زوينه. ما تنسونيش فضلا وليس امرا لايك الفيديو، نتمنى يعجبكم وتعجبكم هذه الجوله الرائعه في محل الاواني التركيه. وصراحه عندهم شي حاجه زوينه بزاف، كما كتشوفوا هنا بريسات، كتشوفوا هذه الشكل ديالها، شوفوا. المهم كل شيء الانواع، البغرير هي اللي ما كايناش، ديال البغرير هي اللي ما كايناش، وكاينه كاينه ديك المقيله التحتانيه اللي ديال البغرير، يعني ما كدارش بالضو كدار عاديه. غادي نحاول ان الجوله تكون ان شاء الله عامه على المحل كامل باش تشوفوا الاواني. هنايا داكشي ديال البلاستيك تخزين، من الثلاجات باشكال، حتى هادو قريعات صغار. المهم نحاول اني نوريكم موديلات
اتمنى ان تعجبكم الجولة، وكنتمنى انكم ما تنسونيش من لايك الفيديو فضلا وليس امرا، معكم لايك الفيديو تشجيع القناة، ما تنسونيش خليو لي التعاليق ديالكم، كنحاول نجاوب على كاع التعاليق، وشكرا لكم على التعاليق المشجعة اللي كنلقاو، المتابعات الكريمات اللي ديما كنلقى التعاليق ديالهم، كنتمنى يكونوا كتعجبكم الفيديوهات اللي كنزل لكم. هنايا العجانات هادو، هادي بحال اللي خديت انا، غنجيو دابا الكوكوتات، هانتوما اشكال والعبارات مختلفين هنايا، يعني كوكوت او طنجرة الضغط اللي كيعرفها بطنجرة الضغط، او حنا كيقولو لها الكوكوت، وهنا البرمة والكسكاس، شوفوا هنا كيفاش دايرين، هادو زوينين هادو صراحة، المهم حاولت اني نوريكم جميع الاواني اللي كاينين، من الكيسان المفرشيطات المعلقات حتى كاينين حتى الزرابي ان شاء الله، كنتمنى تبقاو معايا ما تزابيو فين، يعني حاولت اني نحيد الصوت حيت كاينه كاين طالقين موسيقى داكشي حيت الصوت، ما محتاجينش حقوق طبع والنشر مع اليوتيوب، داكشي علاش حيدتو. هنا كاين الموديلات زوينين ديال الكيسان تحتاني شفتوهم، وهنايا جيو تشوفوا هاد السربيس كدير، غزال 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 رائع صراحة، فيهم الألوان وفيهم موديلات مختلفين، شوفوا كيف داير هذا، هذا 850 درهم، وكاين هاد الأحمر رائع صراحة، حتى هاد اللون اللي حداه الموف رائع، شوفوا يعني وحدة كتنسيك في وحدة، شوفوا في كدير، كاين احنا ديما كيعجبونا، شوفوا هادو كسرونات، كاينين هادو زوينين هادو، وكيحداهم ديما كينعجبونا الماعن، اي واحد كيبغي يكونوا عنده ماعن زوينين وكيستعملهم، واخا كاين اللي كيشدهم وتيخزنهم ما كيستعملهمش بزاف الا بعض المرات، يعني ماشي ديما، شوفوا هادي هانتوما راه باقين معايا هنايا، شوفوا كاينه الصغيره الميان وكاينه الكبيره، نتمنى تكونوا باقين معايا في الجوله، ما تمشيو فين ما تزابيو فين، وما تنسونيش من لايك الفيديو فضلا وليس امرا، ولا كنتو اول مره كتدخلوا معنا القناه مرحبا بكم، قناتكم هذه نتمنى تعجبكم، وتبقاو ديما كتشوفوا لي فيديو اللي كنزل، وكنتمنى انكم ترتقوا الفيديو بلايك، ولا كنتو اول مره كي قلت لكم ديروا معكم هذيك البطونه الحمراء والاشتراك والجرس، والجرس باش يوصلكم كل جديد كنزل، دابا البرارد شوما شوفوا الموديلات كيف دايرين، حاولت اني نقرب لكم كل شيء كي قلت لكم، مازال معانا موديلات مختلفه، كنتمنى تكونوا باقين معايا، شوفوا الاشكال ديالهم، يعني كاين لون الدرهم كاين الصفار كلشي كاين صراحه، الوان رائعه والموديلات زوينين، هذه السخانات ديال الماء، المهم شوف هذا المقراش كيف داير، اللي كيعجبوها المعن غتعجبها ان شاء الله هذه الجوله هذه، المهم كلشي كنتمنى ان تعجبكم هذه الجوله هذه، وتعجبكم هاد الموديلات اللي وريتكم ديال المعن التركيين اللي صراحه غزالين، شوفوا ترموسات المرأة ديما ما كتقنعش وما كتشبعش من المعن، ديما كتبغي يكون عندها كي قلت لكم كي اللي كتستعملها كي اللي كتعجبها وتاخدها، البلاطوات ها
انا يعني مودير كيفاش محطوط ديال الكيسان وبرارت والبلاطو، يعني اشكال كي قلت لكم مختلفين ولكن صراحه رائعين. كي قلت لكم حاولت اني نعطيكم جوله عامه تشوفوا كل شيء. هاد الكيسان هادو غزالين صراحه، اما قلت لكم كاينين حتى الزرابي الصغار هومايا، هادو اللي كيتحطوا في الكولوار دايرين، وكاينين هادو اللي طوال، يعني كي موديلات متنوعه والالوان صراحه وزوينين. انتما كيما كتشوفوا اتمنى تكون عجبكم الجوله وتستفدوا منها ان شاء الله بحول الله.